الفائزين. مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل التحديات والانطلاقات على ارضيتها العربيه الاصيله ضمن مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، حيث تتجدد هذه الانطلاقات وتتجدد روح المنافسة والتحديات بانطلاقة شوطنا الثامن الذي يحمل تحديات الابكار الحقايق المسافة الاربعة كيلو مترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط الذي يحمل الاسماء المميزة، مباشرة مع اليوسفية علي بن خميس بن محمد الخذيري يقدم لنا اليوسفية على المركز الاول، مقدمها على المركز الاول يقدم لنا اليوسفية، لكن المركز الثاني تتدخل الشاهينية بشعارك يا شاعر يا غدير يا بن سعيد يا الاكتبي يقدم لنا الشاهينية. المركز الثالث تحركت شواهين لحمود بن سلطان بن سعيد غفيلي يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم. مع المركز الثالث يقدم لنا شواهين. المركز الرابع شموخ لعبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري يقدمها على المركز الرابع. المركز الخامس تدخلت سرابة خالد بن حمدان بن مبارك الشامسي يقدم لنا سرابة، ولكن المركز الخامس القادمة بشعارك يا بن رشيد يقدم لنا الذيبة مطر بن علي بر بن رشيد لكتبي راعي نسايم، راعي نسايم يقدم لنا الذيبة، من قدم نسايم يقدم لنا الذيبة على سادس المراكز. ركز يا راشد يا بن علي يا بن عبيد يا بن رشيد، هناك أيضا القدوم والوصول مع وجود عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لكتبي يقدم لنا وجود، والقادم ايضا على المركز الثامن وصلتنا القادمة ايضا والحاضرة بالحضور المميز، الحاضرة بحضور الابطال، حيث تتقدم ايضا القادمة ايضا بهذه اللحظات الموج لمنصور بن سيف بن خلفان لقويص السويتي على المركز الثامن. المركز التاسع وصلتنا غلا لحمد بن عبيد بن محمد الراشدي، وعاشر المراكز اختم النداء مع ايضا الظبي خالد بن محمد بن علي الشامسي. ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام، العشرة المراكز الاولى ذعناها على مسامعكم ونداؤنا الاول، ومن هنا تحول لك يا شاعر يا ابو سعيد يا غدير يا بن سعيد يا الكتبي يتغنى بابياته الجميله، يتغنى مع الشاهينيه مع المركز الأول مع بداية الشوط. أبناء نجوى ينتظرون السلام مع هذا الشعار المعود لأبناء نجوى بالفوز والانتصار. ركز يا راعي الشاهينية. لكن المركز الثاني وصلتنا القادمة الظبي خالد بن محمد بن علي الشامسي يقدم الظبي، وصلت أيضا القادمة شواهين حمود بن سلطان بن سعيد لقفيلي يقدمها، والقادمة أيضا وصلتنا ايضا القادمة اسياد سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي يقدمها بهذه اللحظات. وصلت الاسامي والقادمة ايضا، حيث تبحث الموج لمنصور بن سيف بن خلفان لقويص السويدي، والاسامي قادمة والقادمة مفنودة. محمد بن خليفة بن محمد بن خليفة العميمي قادم والاسامي قادمة والشعارات قادمة، والكيل الأخير البوابة الأخيرة والشاهينية باعدت عن الجميع. انطلقت الشاهينية باعدت إلى الفوز والانتصار. يا أبو سعيد يا قدير يا بن سعيد يا الاكتبي روح إلى الفوز والانتصار بالثمانمائة متر الأخيرة. المركز الثاني تحركت الظبي خالد بن محمد بن علي الشامسي يقدم الظبي،
يقدم الظبي والقادم اشياده سالم بن ثعلب سالم الدرعي، ولكن ابناء نجوه ابناء نجوه روح غدير بن سعيد الكتبي غادر غادر مع الشاهينيه مع الشاهينيه، انفردت الشاهينيه والقادمه على المركز الثاني. شوف لي ايضا طيش ناصر بن محمد بن ناصر الاخن، ولكن ابناء نجوه ابناء نجوه ابناء نجوه مع الفوز والانتصار غادر غادر، ولكن القادمه القادمه ايضا والحاضره ايضا زاخر بقيت بن سالم اللوتيه، ولكن الشاهينيه الشاهينيه يا ابو سعيد بالامتار الاخيره بالامتار الاخيره بالامتار المجنونه باللوتيه، وابو سعيد غدير بن سعيد الكتبي الشاعر وباللوتيه الامتار الاخيره الامتار الاخيره الامتار المجنونه، ولكن باللوتيه باللوتيه الى الفوز والانتصار مع زاخر بخيت بن سالم بن محمد باللوتيه مع الفوز والانتصار. سلام يا العين سلام. المركز الثاني وصلتنا لدعم رقم 36 اللي هي نعم طيش ناصر بن محمد بن ناصر الاخير. المركز الثالث الشاهينيه لغدير بن سعيد الكتبي. المركز الرابع وصلتنا ايضا الظبي خالد بن محمد بن علي الشامسي. والمركز الخامس اللي وصلتنا نعم غلا حمد بن عبيد بن محمد الراشدي. مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا شعارك يا بلوتيه في الرمق الاخير مع زاخر وابناء زاخر يقدمون لنا زاخر بخيت بن سالم بن محمد بلوتيه العامري. سلام يا زاخر على الفوز والانتصار، ويا بلوتيه من قدمها مع الفوز والانتصار وساعة وصولها الى خط النهايه معلنه الفوز والانتصار ومهدي ابناء زاخر الفوز والانتصار مع النوع المميز مع النوع المميز يا بلوتيه من قدمها مع الفوز والانتصار اللي هي نعم زاخر بخيت بن سالم بن محمد بلوتيه العامري من اهدى الفوز والانتصار. وصبح بالسلامات لابناء نجوه، صبح بالسلامات لابناء زاخر بالفعل بالفوز وبالانتصار. تهانينا والناموس لك يا مالك زاخر مع الفوز والانتصار. تهانينا ايضا للتوقيت الزمني وساعة وصول زاخر الى خط النهاية معلن الفوز والانتصار ومهدي بخيت بن سالم بن محمد بلوتية العامري. تهانينا والناموس. التوقيت 6:04:03 من الاجزاء من الثانية. سلام يا زاخر سلام يا بخيت يا بن سالم يا بن محمد يا بلوتية من قدمها. المركز الثاني وصلتنا على المركز الثاني اللي هي طيش ناصر بن محمد بن ناصر الأخن. توقيتها 6:05:03 من الأجزاء من الثالث من الثانية. المركز الثالث وصلت الشاهينية لغدير بن سعيد الكتبي 6:05:05 من الأجزاء من الثانية. قدمت عرض تشكر عليه. المركز الرابع اللي وصلتنا اللي تحمل اللي هي الظبي خالد بن محمد بن علي الشامسي. توقيت 6:07:00 وفاء وتماما وصلت على المركز الرابع. والمركز الخامس وصلتنا ايضا اللي هي غلا حمد بن عبيد بن محمد الراشدي. توقيته 6:09:00 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على الفوز والانتصار.